فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك في بعض المناطق ما يسمى بالسقايا، وهي عبارة عن غرفة تبنى تحت الأرض، إذا مات أحدهم يدفنون هذا الرجل في هذه الغرفة، وكل عائلة وكل أسرة لها غرفة تحت الأرض كل أقاربهم يدفنونهم فيها، وأحيانا يجمعون النساء مع الرجال وقد لا يكونون محارم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وش اسمها؟ السقايا. السقايا؟ أين؟ السقايا. إيه. من السقي وهو الماء. سقي. والله ما أدري. فأنا ذهبت في. ها؟ هي سقية وجمع سقايا. إيه السقايا. أين؟ وهي سقية. هذه رخص فيها بعض العلماء مع الحاجة كضيق الأرض مثلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة في أحد في قبر واحد. من أجل الحاجة، لأن الصحابة كانوا متعبين ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبعض العلماء رخص فيها، لكن وبعض العلماء منعنا وقال إن الواجب أن يكون كل إنسان في قبره، لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا بأس. أما موضوع جمع الرجال والنساء فأنا الآن لا أعطي فيه رأيا، لكن لو أنه جعل النساء وحدهم والرجال وحدهم لكان أحسن.